رسميا لاعب إسترا الكرواتي منصف بقرار ولاعب وفاق سطيف سابقا يمضي في نادي نيويورك سيتي الأمريكي. من مصادر مقربة من اللاعب لحقني الخبر أن اللاعب منصف بقرار أمضى رسميا في نادي نيويورك سيتي وسيتم الإعلان على الصفقة يوم الخميس أو الجمعة في أقصى تقدير. لأول مرة نشوف لاعب جزائري راح ينشط في البطولة الأمريكية في الأمالاس، البطولة الأمريكية اللي ضمت عدة لاعبين كبار لحاليا ليو ميسي، سيرجيو بوسكات، وسابقا دافيد بيكام، زلاتان إبراهيموفيتش، دافيد فيا، روبينيو، غونزالو إيغوين، والقائمة طويلة. في رأيكم هل اللاعب الجزائري منصف بقرار قادر على النجاح في البطولة الأمريكية الأمالاس؟ وهل تشوفوا أن لاعبين جزائريين آخرين قادرين يلتحقوا بهذه البطولة؟